خاطب أو أنه يحتكر مواد حتى يكون سعرها مرتفع. هذه عناصر أساسية. المواد الحمد لله موجودة في المغرب. المهمة أكبر مهمة ديالنا هو سلامة المواطن، أي ما يكونش مواد فاسدة وتتبع المواطن أو لا ابتكار. هذو جوج العناصر اللي خاصنا نسهروا عليهم طوال سنة. الخط إن شاء الله غادي نعطيو الخط غادي نشرحوا للناس كيفاش يتعاملوا معنا. علاش الاجتماع ديالهم؟ لا الاجتماع ديالهم باش نقولوا باش نقول لكم غادي يكون خط اذا خاص يعرفوا المغاربه. من بعد غتجي مرحله باش نعلو على النمره. النمره فين ما عيط مواطن تتمشي داك الاتصال ديالو بالعماله فاش كاين باش اللجنه تخرج داك الوقت. مازال ما خرجش. سواء المواد المنتجه داخل المغرب او المواد المستورده من القطاني، بحال القطاني الان ما كنحصدوش لا الحمص ولا العدس ولا هذاك مستورد موجود في السوق الداخليه. اش اللي غادي يمكن يكون؟ غادي يكون اما بعد محتكرين اما بعد ناس تبيعوا مواد فاسده. هاد الناس كنطلبوا من المواطنين منين نعطيهم ذاك الرقم الوطني فين ما شافوا هذا الفساد ديال المواد ولا شي واحد محتكر المواد ما تيخرجوا من السوق غادي يتصل هذا الرقم، وهذا الرقم غادي يمشي مباشره للعماله بلاش ينادي هذاك السيد، وغتكون اللجنه باش تخرج ذاك الوقت باش فعلا نتصلوا بذاك السيد باش يوري لنا البلاصه. لان ما كاينش التسامح. اللي بغى يلعب بصحه المواطنين، اللي بغى يحتكر على حساب المواطن باش يغلى السلعه، هذوك ما غنقطعوا لهم الطريق ان شاء الله. والمحاكم حتى هي غتكون مجنده لهذا النوع ديال الناس، لان هذا الشيء ما يمكنش يكون، خاصه شهر رمضان اللي خاص فعلا الناس يتحبوا الناس يتعاونوا. فاذا به محتكرين ناس كيقتلوا الناس بالمواد الفاسده، هذا ما بقاش ممنوع ممنوع ممنوع.